ده الروتين اليومي بتاعي، عملية عظام. طفل متخدر اول، جهاز السي ار من الاشعة، ده اللي بيعمل لي صداع. برجع من برجع البيت، دماغي قد كده اهو، المونيتور جهاز التخدير، ده الاكسجين اللي بيديه للعيل، وده المخدر. ادي الكشافات اللي في اوضه العمليات. ادي المحلول اللي بيعمل العيان. فكرة تجهيز أوضة العمليات محتاج مليون على الأقل. بس كمية دي بجد؟ ضيف؟ ترجمة نانسي قنقر.